لا في الغربه ما كنحسوش بالغربه واخا بعاد على الاهل ديالنا، من الحمد لله كنتصنت سناء الزعيم من الفقره ديال الصباح حتى الحزيران حتى الدكتور معتوق الحمد لله. الوغ لالا علاش بكيتي قبيله؟ بكيت لان حسيت بواحد الشوق لبلادي، حسيت بواحد الحنان ديال بلادي، حسيت بواحد تنقول الحمد لله لان جيت واقفه ما جيتش في صندوق، هذه اول حاجه. والحمد لله شميت الريحه ديال بلادي والريحه ديال والديا والحمد لله. الحمد لله الحمد لله لك الحمد الحمد لله. ربي عطانا في العمر باش نتلاقاو. الحمد لله الحمد لله. وكنتمنى من الله يهز عنا هذا الوباء، نتمنى من الله يهز عنا هذا الوباء، والله يبارك في عمر سيدنا، والله يحفظوا لينا ناصرنا في جميع الدول. انا نرجع واحد السؤال، زوج ديال القبيله قال لنا بانكم كتسكنوا منطقه دانكيرك عفوا في الشمال الفرنسي، شحال عندك ولا شحال من سنه وانتم تتعيشوا في هذه المدينه، ولا شحال من سنه وانتم في المهجره الحاجه؟ الزوج ديالي كما قال 50 سنه، وانا دابا 39 سنه. 39 سنه وانا في المهجر. بقى عقل على الايامات الاولى اللي مشيتي فيها من المغرب الحاجه. الله ودي عاقل عليها مزيان. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. وانا كنقول لك انت والحاج على سلامتكم. كلمه اخيره على راديو اصوات. يعيش راديو اصوات. يعيش راديو اصوات. ونتمنى يزيد القدام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يتمنى يزيد القدام بواحد الرفاهيه ان شاء الله.